الآن إن شاء الله نتوجه إلى معلم تاريخي في شمال غرب مدينة بلغراد، يبلغ عدد سكان مدينة بلغراد ما يزيد على 1,200,000 نسمة. من زار بلغراد ولم يزر قلعتها وحصنها فكأنه لم يزر صربيا كلها. شيخة شو هذه؟ شو هذه؟ تخوف ولا ما تخوف؟ أنت ما تخافي منها؟ تحت حكم الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1867 ميلادي، عندها انسحب الأتراك من بلغراد وصربيا، وهذا هو السور، سور الحصن والقلعة، هذا الجزء الجانبي منه. برد 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 شديد، برد شديد جدا، لا نستطيع أن نتحمل، أتوقع حتى الحمام، انظروا للحمام. سقى الله أياما لنا لسنا رجعا، وسقيا لعصر العامرية من عصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله نتوجه إلى معلم تاريخي في شمال غرب مدينة بلغراد عاصمة صربيا، لنتعرف على الحصن والقلعة التاريخية وقصة حكاية المكان، فهيا بنا نمضي إلى هناك. تغمر الأمطار المدينة في هذه الأثناء مع أواخر شهر ديسمبر في ظل انخفاض درجة الحرارة، حيث بلغت هذا الصباح 3 درجات مئوية والآن بلغت درجة واحدة، ونحن في ظهيرة هذا اليوم الاثنين 27 من شهر ديسمبر 2021 للميلاد. يبلغ عدد سكان مدينة بلغراد ما يزيد على 1,200,000 نسمة. ذاك هو علم صربيا. من زار بلغراد ولم يزر قلعتها وحصنها فكأنه لم يزر صربيا كلها. هيا بنا لنزور حصن بلغراد. في هذا المكان يوجد فيه منتزه وقلعة تاريخية كانت شاهدة على الأحداث القديمة بين العثمانيين والصرب. هذه بعض الرسومات المعروضة هنا في هذا المنتزه، حاول الاقتراب من هذه اللوحة. مع توالي الحكم على صربيا تم تحويل المكان وتوسيعه لدرجة أنه يحوي مطاعم ومتنزه وحديقة إلى جوار الحصن الذي سنشاهده بعد لحظات. وهذه اللافتة ترشد إلى تاريخ هذه البوابة، إسطنبول جيت، وهي هذه التي أمامنا. انظروا إلى الباب، كما توجد هنا حديقة الديناصورات جوراسي أفنتورا، يعني هذه تقريبا تشكل خارطة المكان. ولاحظوا النهر الذي تقع عليه
هذه القلعة هو نهر سافا أو سافا. شيخة شو هذه؟ شو هذه؟ ديناصور. تخوف ولا ما تخوف؟ انت ما تخافي منها؟ واو. الآن ندخل إلى أروقة القلعة التي افتتحها العثمانيون في عام 1521 للميلاد. هلو. وظلت تقريبا 300 سنة في How are you? Fine. Now this is the way to fort here. Yeah. This way or this way? This way. Okay. Thank you. نماذج مختلفة من الأساطيل. هذه ربما صورة توضح القلعة على التل المرتفعة على نهر سافا. كما يمكن مشاهدة بعض القطع العسكرية وهي معروضة كمتحف مفتوح في هذه الأرجاء. في عام 1521 بعد 132 عاما من معركة كوسوفو احتل الأتراك العثمانيون القلعة مثل معظم أجزاء الدولة الصربية، وظلت مع فترات قصيرة من الاحتلال النمساوي والصربي تحت حكم الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1867 ميلادي. عندها انسحب الأتراك من بلغراد وصربيا. لقطات تاريخية تستحق المتابعة والاهتمام. يعني هنا تستطيعون أن تستقرئوا تاريخ صربيا. واو، هذا مدفع هنا. هناك سنجد إن شاء الله الإطلالة من بعيد على نهر سافا أو سافا. هذه صور تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي والعشرين، 1935، وهذه 1867 للميلاد. لا أزال أمشي وإياكم متقصيا سور الحصن. هذا السور الذي ترونه أمامكم الآن يحيط بمركز قلعة بلغراد. ما رأيكم بهذه اللقطة؟ لقطة جدا رائعة. كان يوم أمس يوما مطيرا جدا حتى صباح هذا اليوم، والآن الحمد لله على الأقل الأمطار توقفت، وهذه الإطلالة الجميلة. هنا التقاء نهري سافا والدانوب. ذاك النهر بعيد هو نهر الدانوب وهو الأكبر، وهذا هنا ينبعث منه نهر سافا. وهذا هو السور، سور الحصن والقلعة. هذا الجزء الجانبي منه. هذا تمثال النصر، وهو نصب تذكاري رائع ويعتبر رمزا قوميا لمدينة بلغراد
وهو نحت وعمل للفنان إيفان ميستروفيتش، إطلالة التقاء نهري سافا والدانوب من هذا المكان. وتوجد هناك أيضا بعض الأقبية العسكرية حول المكان، والناس على عاداتهم من تعليق الأقفال الرمزية الدالة على قفل الحب بين شخصين. منظر رائع وجميل لبلغراد. خذوا هذه الإطلالة الرائعة جدا، نهر السافا أو السافا، وهذه الأقبية التي حدثتكم عنها. ربما ننزل إن شاء الله ونصور من الأسفل. برد 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 شديد، برد شديد جدا، لا نستطيع أن نتحمل. أتوقع حتى الحمام، انظروا للحمام، خاف مني أن هذا المكان يحتاج فعلا إلى وسائل التدفئة والحماية الجسدية التامة احتياطا عن البرد. هذه الأقبية هنا. ها شيخة، أنت بردانة جدا، بردانة. أوه جميل، هذه لقطة مقربة على جسور بلغراد على نهر سافا، نهر سافا الذي يلتقي هناك بنهر الدانوب أمام تمثال النصر. كوفي ومقهى. أحاول أن أمشي الآن لنصل عبر هذه الأقبية. هذا الباب، وهذه قصة تاريخ بناء جدار روماني. بالمناسبة الرومان كان لهم وجود هنا منذ القرن الثالث قبل الميلاد. الله أكبر، عبر هذه البوابات والأقبية مرت حقب تاريخية كثيرة جدا، وشهدت ملاحم وبطولات ومقاومات عديدة كانت الخلافة العثمانية في بقائها ما يقارب 300 سنة هنا قد جعلت من بلغراد بوابة الجهاد، حتى سموها هكذا، سموها بوابة الجهاد، أي أنها كانت مكاناً لفتوحات المسلمين في قلب أوروبا. 300 سنة وزيادة ظل العثمانيون في هذا الحصن وهذه القلعة. عندما أتأمل في هذه القلعة وأسوارها أقول كما قال قيس بن الملوح: سقى الله أياماً لنا لسنا رجعا، وسقيا لعصر العامرية من عصري. هذه إذن لقطاتنا في قلعة وحصن مدينة صربيا، وهي قلعة تاريخية تعود لأكثر من 600 سنة تقريبا كما لاحظتم في هذه اللقطات. وذلك من بعيد هو نهر الدانوب، وهذا هو نهر سافا. منطقة جميلة جدا، وحتى إن أماكن التنزه
الأنشطة كثيرة، لكن ربما البرد يحجم بالإنسان أحيانا عن أن يلم بكل تلك الأنشطة أو الفعاليات.